هذا فايل نصف. واو هدف التعادل. كليبر 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 بسرعة المنتخب البرازيلي يرفض التحدي ويعدل النتيجة بسرعة البرق. 1-1 نهاية شوط أول ولا في البال. هدف لهدف يرد بسرعة كليبر على هدف كاتشو. الركنية من رونالدينو في القائم الأول وكليبر يغالط الدفاع والحارس كيجيرمو أوتشوا ويعدل للبرازيل. هذه المباريات ليست مباريات ودية، مباريات تتعلق بالعاقة والتاريخ والسيطرة والهيمنة.